بيرفورمانس اخرى. دحمان حازل بيه يا خاطر حكينا برش على حراس المرمى قبل كاس العالم. نجيو نلقاو دحمان في المرتبه الثالثه كافضل حارس في الدور الاول. الاولاني تشيزني نحى زوز بينالتيات بينالتي ميسي وبينالتي ابار حتى ابار دو بينالتي عمل 18 مباراه ودو كلين شيت. بعده نلقاو اندريس نوبر عمل 10 بارات ودو كلين شيت. بعده ايمن دحمان بتسعه تصديات وزوز شباك نظيفه معاه في نفس الترتيب كورتوا زاده. معناتها دحمان لقى روحه في دور مع دنمارك مع فرنسا مع استراليا ماتشات مهمه لقى روحه يقود تونس لافضل دفاع في البطوله. معناها الغريبه من احسن خط دفاع واضعف خط والله اضعف خط هجوم واحسن خط دفاع راهي تونس. تونس رشحت للكوب دي موند ب 0-0 في تونس و 1-0 مركبوا لرواحهم في مالي. معناتها حاجه منتظره. ملاحظه فنيه وتكتيكيه ما نعرفش سمير. واذا كان تو احنا نعرف الدحمان سان تري بون غارديان. ما نعرف الدحمان لي بال لاتيرال اوت الدفاع نتاع تونس وسط الميدان الى في دو لا سورت انه ما جاوش براتيكمون با دو بالون لعل يمين لعل يسار عالين اللي هو يحطوا ان بو مالاليز دحمان. انا معناتها ما نتصورش معناتها سي ازار. انا نتصور انها حاجه تخدمت في ليزونترينمون. فما ملاحظه اخرى بالنسبه للحراس. لو تلاحظ الاربع حراس اللي تالقوا في الدوري الاولاني الفرق نتاعهم الكل تقريبا لعبت باسلوب دفاعي لانه فما حراس اخرين عالميين كبار ما صارش عليهم اختبار. نتكلموا على لوغيس نتكلموا على ما خلتتوش الكوره. دونك الحراس هذوما خلتهم برشا كوره خليتهم امكانيه معناها الاحصائيات ترتفع بدرجه كبيره. ملاحظه نتاعك سامي في محلها. البرفورمانس هذوما هم اللي خلينا نكونوا في تشكيله تشوفوا بعد شكل المنتخبات المغربيه العربيه. خلينا نكمل الاخرى. الملاحظه سامي في محلها بالضبط لانه خدمه دحمان وبرافو ليه على الشيء اللي قدمه. لكن اصحابه وخطه جلال القادري عاونته برشا على مستوى سيرتو الكرات العرضيات نجحوا فيها المنتخب التونسي. هذاك علاش كنا من افضل دفاع تقريبا في وهذا اللي اعطانا برشا لاعبيه في التشكيله المثاليه للمنتخبات العربيه.